اهلا بكم. لو اعطينا جائزة لحد مسؤول عن ابداع هذا الجمال، طبعا الخلاق العظيم سبحان الله، لكن ابداع على الشاشة دي، دي صناعة الصورة، الاخراج، الموسيقى، دكاترة الأسنان وتكنولوجيا التقدم الكبيرة في العالم كله فيما يتعلق بالأسنان. الأسنان خدمت العالم كله. اتفرجوا على أسنان النجمات اللي في الأربعينات والخمسينات في أوروبا وفي أمريكا وفي بداية الستينات، لا كانت السنان بتاعت النجوم السينما في الوقت ده مش جيدة خالص، زي في مصر برضو. اتفرج بقى على يمكن لغاية التمانينات كمان مش جيدة، بدليل نيكولاس كيج والناس دي كلها اسنانها في بدايه الثمانينات ما كانتش جيده. اتفرج عليها دلوقتي بقى في التسعينات والالفينيه لا حاجه تانية خالص. عملوا في ميرور قايمه كده باجمل الابتسامات، اجمل الابتسامات في العالم. دوكت جامبريدج كيت ميدلتون خدت المرتبه الاولى لاجمل ابتسامه في العالم، وجت ناس بقى يعني دي اجمل ابتسامه في العالم، جت ناس بعد كيت ميدلتون هولي والغوبي ديت ولغبي هولي دي عارضة أزياء خدت المرتبة الثانية، ده ايش يا ستي. وبعدين جت بعد كده شيرل فرنداي اسمها صعب شوي، شيرل دي خدت المرتبة الثالثة. جت أنجلينا جولي بقى دي يعني نجمة كبيرة خدت المرتبة الرابعة، وميشيل جيجن برضو مشهورة عارضة الأزياء والممثلة خدت المرتبة اللي بعديها. إيما واتسون خدت المرتبة السادسة، إيما واتسون خدت المرتبة النجمة المشهورة. جينيفر أنيستون سكارة جينيفر ديت اللي هي كانت الزوجة الأولى للنجم أعتقد براد بيت، ايوه النجمه دي الزوجه الاولى قبل يعني ال- 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 الزوجه الثانيه اللي هي انجلينا جولي خدت المرتبه الرابعه، الزوجه الاولى خدت المرتبه السابعه، هو انفصل على الاثنين مفيش مشكله. كيارا نايتلي ديت ممثله خدت المرتبه الثامنه، وكيلي بروك خدت المرتبه التاسعه. كلهم الابتسامه لعبت دور مهم جدا فيهم جدا. التقييم ده خناقه عليه، خناقه بين دكاتره الاسنان في امريكا، مين اللي هياخد رقم واحد منه. وطبعا كل واحد بقى في يعني مثلا ابو مرتبه اولى ده ينزل بقى انا صحاب المرتبه الاولى المرتبه الرابعه. دكاتره الاسنان فعلا نقلوا العالم نقله جميله، وابتسامه الاسنان الحلوه من الحاجات المفرحه جدا جدا. الفيديو الاولاني اللي احنا شرحناه ده حاجة تخليك انت اليوم كده تبدأه، ومفيش أجمل من ابتسامة امرأة، ابتسامة جميلة لامرأة طيبة. ويا سلام لو بقت جميلة تبقى طيبة وجميلة، ده حاجة كده تبقى فل انت بقى. تعالوا النهاردة نستمتع بعالم طب الأسنان مع ضيفي العزيز، واحد من نجوم هذا المجال اللي بيبدع في أسلوبه وحكاية حكاياته الجميلة اللي هي بتحكي دفتر أحوال طب الأسنان الآن في مصر بأبهى صوره وبأقصى درجات تقدم التكنولوجي المحاط به. النهاردة مع واحد من نجوم هذا المجال دكتور كريم مدحت النجم المتميز. أهلا بك دكتور كريم، نورني وسعيد جدا بهذه الزيارة الرائعة. أنا أسعد والله دايما يا دكتور أيمن. طبعا الحوار معك ممتع جدا كالعادة، لكن هبدأه بمنطقة أكيد هتسعدك وهي الزراعة. التكنولوجيا خدمت الزراعة خدمة كبيرة جدا، صح؟ جدا 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 جدا. التكنولوجيا ليها دور أساسي في الزراعة من بداية التشخيص. التشخيص يا دكتور أيمن أنا بعتبره من 70-80% من حل المشكلة أو من العلاج، لسبب حضرتك شخصت كويس، استخدمت الأدوات المتاحة ليك في التكنولوجيا الموجودة عندنا دلوقتي. إحنا النهاردة في 2022 في كمية تقدم سواء في التشخيص، في الإجراءات اللي بتتعامل بيها، في كل حاجة تقريبا بتسهل الإجراء ده على المريض أو الحالة أولا، وكمان على الدكتور، وبتساعد كمان إنها تديك نتائج دقيقة جدا في أقل فترة زمنية وبمجهود قليل بالنسبة للحالة نفسها وبالنسبة للدكتور. لو هنتكلم في التكنولوجيا وإزاي ساهمت في الزراعة في العصر الحديث دلوقتي، هنتكلم من أول التشخيص. التكنولوجيا ساهمت معنا في إيه؟ أول حاجة إحنا النهاردة في 2022 ما ينفعش نتكلم عن زراعة قبل ما نجيب سيرة الأشعة المقطعية. الأشعة المقطعية دي عينينا جوه بق الحالة. التشخيص عندنا بينقسم لشقين، شق
اللي هو الكلينيكال اللي هو ان الحاله تبقى تحت ايدك تبص عليها وتست كل حاجه وتشوف كل حاجه بايديك الاثنين وبعينيك الاثنين. ده بالنسبه للاجزاء الظاهره فيما يخص الاسنان، اللثة، النسيج اللثوي اللي ظاهر. طب اللي تحت الحاجات اللي احنا مش شايفينها، الاشعه المقطعيه بتقوم بالنسبه لنا بدور عينينا جوه الكلام ده، زي ما احنا شايفين في الصوره الاشعه المقطعيه بتمثل لنا الفكين اللي فوق واللي تحت بصوره 3D ثلاثيه الابعاد، اقدر ان انا اتحكم فيها واحركها، اقيس بيها ابعاد العظم من ارتفاع لسمك لكثافه دلوقتي كمان، عشان اقدر احدد مدى نجاح عمليه الزراعه. والوقت احنا دلوقتي في سباق بسبب التكنولوجيا ديت، ازاي نقدر نزرع وباسرع وقت ممكن نعوض الاسنان المفقوده دي بالزراعه. احنا زمان كنا بنحط الزرعه ونسيبها 6 شهور 7 شهور لحد ما يحصل التئام كامل، وبعد كده نبدا نركب عليها الاسنان. احنا النهارده بنتكلم ان في خلال من 4 ل6 اسابيع في بعض حالات طبعا بسبب التشخيص وبالاشعه المقطعيه اللي بتحدد لنا الكلام ده نقدر ان احنا نركب الاسنان ديت. وفي حالات تانية بالاشعه المقطعيه برضو لو لقينا كثافه عظم وحجم وكميه معينه، الحاله دلوقتي ممكن يخش لنا بسنه مفقوده ويخرج بسنه موجوده وثابته ودايمه، طبعا مع بعض تعليمات بنمليها على الحاله عشان خاطر نحافظ على الزراعه بتاعتنا دي وتتم بنجاح 100%. ايه الاوضاع السنيه اقصد بها السن يعني او الدروس أوضاع الفم اللي تقول إن هذا الفم يحتاج إلى زراعة؟ حاجات كتير جدا. أولا في حالات بتجيلنا فيها فقد كامل للأسنان نتيجة إهمال، نتيجة أمراض مزمنة والإهمال في علاجها والاهتمام بيها، أو ممكن يجي لك حالة فيها فقد جزئي للأسنان، أو ممكن يجي لك حالة أسنانه كاملة ولكن تفاجأ مفاجأة عظيمة، أول ما تفتح البق هتلاقي أسنان موجودة ولكن انحسار رهيب في اللثة والتهابات شديدة أدت لإيه؟ الأسنان دي كأنها مية في بق الحالة بتتلخلخ، فأصبح الحفاظ عليها أو استمراريتها مشكلة أكتر من إن إحنا نتخلص من الحاجات دي. إحنا النهاردة لما نيجي نتكلم إن إحنا هنخلع سنة، قبل ما أتكلم مع الحالة بتاعتي إن أنا هخلع سنة لازم أتكلم معاه هعوضها إزاي. مش هتكلم في إن أنا أعوضها إزاي، مش هتكلم في ان اعوضها ازاي، مش هتكلم في ان انا اخلعها اصلا. ده بالنسبه لنا الجزء المهم جدا. الزراعه دورها بيفرق في ايه؟ بيفرق في انها بتحول حاله المريض. احنا قبل وجود الزراعه وقبل التكنولوجيا اللي بنتكلم فيها دي كان الحلول بالنسبه لنا ايه في حاله مثلا فقد اسنان كامله؟ طقم متحرك. الطقم ده عمري ما اعتبرته حل نهائي لسبب صغير، هو بيعتمد في الريتنشن او في الثبات بتاعه على ايه؟ بيعتمد على تفريغ هواء ما بينه وما بين اللثه او العظم بتاع الفك نفسه. طب هنفترض في حالات معينه بتبقى الفك بتاعك ده متاكل ما عندناش عظم يمسك فيه، هيبدا المريض يتضايق من ان هو كل شويه بيتفك. بالاضافه هو السبورت اللي بياخده الطقم ده اثناء المضغ اثناء الكلام بياخده من ايه؟ بان هو بيبقى مريح على لثه، مريح على نسيج اللثه ده ومريح على نسيج العظم، فالنتيجه بتاعته ان هو التهابات العظم ده بيتاكل وبنحتاج نبطن الطقم ده كذا مره. لما بتشوف حاله بالمنظر ده لازم توجهه وتقول له اصحى الطب اتطور، في دلوقتي حلول بتكاليف معقوله جدا 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 في وقت وفتره زمنيه قليله جدا جدا، وكمان السن ما بقاش شرط فيها. يعني السن او الفئه العمريه او الحاله الصحيه ما بقتش شرط فيها، بس اهم حاجه زي ما قلنا تشخيص مظبوط 100%، نستخدم فيه الادوات والتكنولوجيا اللي موجوده عندنا من اشعه مقطعيه وغيره، بالاضافه لحاجات تانية هنتكلم عنها كمان بطريقه لاحقه بنستخدمها في الزراعه او في الحاجات دي عشان نقول ان العمليه دي هتنجح او مش هتنجح. دايما السؤال ايه العوامل اللي لازم تتوفر عشان تضمن لي نسبه نجاح؟ دايما الحوار على نسبه النجاح ده كتير جدا جدا. ده حقيقي. احنا دلوقتي وصلنا بنسب نجاح الزراعه لحد 98% من 95 ل 98%، ودي نسب نجاح ما سبق لهاش مثيل. نسب النجاح دي بتعتمد على كذا حاجه. رقم واحد التشخيص. دلوقتي انا بشخص الحاله ديت وبقول ان الحاله دي هقدر اعمل لها زراعه فوريه ولا زراعه متاخره. طب الكلام ده على ايه اساس؟ على اساس ما بعمل اشعه مقطعيه وبشوف حاله العظم وحاله الفك. يعني مثلا جات لنا حاله والحاله ديت فيها العظم بتاعها او الاسنان اللي كانت موجوده او فيها خراليك، فيها اكياس دهنيه، فيها مشاكل ادت لتاكل العظم ده، جينا عملنا اشعه مقطعيه وبصينا لقينا ابعاد العظم اللي عندي دي مش كفايه ان انا اخد ثبات مبدئي للزراعات اللي انا هحطها واركب عليها فورا، يبقى انا اوتوماتيك هتوجه لمش زراعه فوريه، بالعكس هتوجه لزراعه متاخره شويه. بنحط عدد الزراعات بتاعتنا في الفك الواحد، لو هنعمل زراعه فك كامل بنتكلم في 6 زراعات او 8 زراعات على حسب الحاله بتاعتنا، بنزود عدد الزراعات دي على حسب كميه العظم اللي موجوده ونوعيته وجودته. كل ما العظم عندنا يبقى احسن احنا ممكن ننزل بعدد الزراعات كمان لحد 4. ده تكنولوجيا جديده في قسم الزراعه او في عالم الزراعه اللي هي
تقنيه الاول ان فور، انك بتعمل على زراعه بالظبط. الكل هنحمل الفك كله على اربع زراعات بالظبط، زراعات بس بنوع معين بان احنا بنقدر ان احنا نجيبها، بس دي حالات لازم سلكشن معين ليها، لازم اختيار موفق ليها، لازم الدكتور هو اللي يختار الحاله دي كويس. من اهم الحاجات اللي بتساهم في النجاح زي ما قلنا التكنولوجيا، وان احنا نبقى شايفين او مدركين للخطه العلاجيه قبل ما نخشها، ده رقم واحد. فريق طبي متميز متعاون، احنا دلوقتي انا لما بخش اعمل عمليه دلوقتي سواء زراعه او جراحه لاستئصال اكياس دهنيه او كده، بنخش فريق. فريق ازاي؟ مش هو هو الدكتور اللي بيزرع لك، احنا عندنا دلوقتي اختصاص جراحه ثلاثه. الاختصاص ده فايدته ايه؟ احنا الزراعه دي بتشمل تعامل مع العظم بتاع الفك نفسه، وبتشمل اللثه الخارجيه، اللثه اللي هي الكسوه بتاعه العظم ده كله. عشان خاطر اضمن نجاح العمليه دي لازم اضمن مجموعه حاجات تانية. رقم واحد التشخيص، هل ينفع الزراعه فوريه ولا زراعه متاخره؟ رقم اتنين، هل انا الحاله ينفع ازرعها دلوقتي ولا لا؟ لو عنده التهابات في اللثه او عنده خراريج او عنده الحاجات دي لازم امشيها على علاج اهدي الكلام ده كله الاول، بعد كده ازرع. الامراض المزمنه نرجع نتكلم فيها، ضغط، سكر، الحاجات دي كلها ما بقتش عائق بالنسبه لنا، بشرط وحيد ان الحاجات دي كلها تبقى كنترول، متابعين مع دكتور ومظبط لنا الكلام ده وماشيين على العلاج بصوره منتظمه بحيث ان نسبهم في الدم مظبوطه، فاصبح بالنسبه لنا مش عائق. باقي لنا ايه؟ باقي لنا نوعيه الزرعه نفسها، وباقي لنا الدكتور نفسه اللي بيتعامل. اكيد دكتور حط 10000 زرعه او 20000 زرعه مش زي دكتور حط زرعه 10 زرعات او 100 زرعه. الخبره بتفرق، عدد الحالات اللي شافها بتفرق، ده كل ده بيصب في ايه؟ بيصب في مصلحه المريض في الاخر، نسب نجاح عاليه. وكمان نقطه هنتكلم عنها برضو، موضوع احنا زمان كان بنشوف العظم اللي موجود عندنا فين ونزرع فيه. احنا دلوقتي زي ما قلنا قبل ما نخلع ضرس لازم نفكر هنعوضه ازاي. احنا بنتكلم هو اي حد ممكن يزرع دلوقتي، قصه الزراعه ما بقتش بالصعوبه الكافيه، بس هل الزرعات دي هتتعمل مظبوطه بحيث ان بعد ما اعملها اقدر اركب عليها تركيبات مظبوطه، ولا هل هعملها ومش هركب عليها تركيبات مظبوطه تودي لفشلها وتودي لمشاكل اكبر من قبل الزراعه بتاعتنا. فهي عوامل كتير جدا يا دكتور بنقدر ان احنا نسيطر عليها او نبقى مدركينها كويس عشان نقدر نوصل للنسب النجاح العاليه اللي احنا بنتكلم عنها. في ناس متصوره ان كلمه زراعه يعني سن كبير، لو جيت قلت لحد يلا نعمل لك زراعه يقول لك لا استنى ما اكبر بقى في السن، لانه جدي هو اللي بيزرع ولا جدتي، لكن انا صغير. الفئه العمريه للزراعه في دماغنا انها ناس كبار. لا صح، مش 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 صح خالص. احنا بنتعامل مع كل حاله على حده بغض النظر عن الفئه العمريه. الفئه العمريه بتاعت الناس الكبار او الفكره اللي عند الناس ان الفئه العمريه بتاعت الزراعه هي الناس الكبار، لان دول اللي بيبقى اكسبكتنج او متوقع نسب فقد اسنان عاليه. حاله زي كده، ده شاب 30، دي من الحالات اللي انا بحبها جدا جدا جدا. شاب في سن الثلاثينات، تمام، بكل بساطه هو جالنا العياده عنده زي ما حضرتك شايف جذور فقط باقيه في الفك العلوي اللي تحت، هم الاربع قواطع اللي تحت ونابين، الضروس اللي ورا ما فيش. بيعاني من مشاكل في المعده، بيعاني من حاله من الهزلان الشديد لان طبعا عنده سوء تغذيه مش بيقدر ان هو يتغذى كويس. المنظر، الشكوى الرهيبه اللي عنده، الكلام هو مش عارف يتكلم، بدا يشتكي شكوى رهيبه ان الناس مش بتفهمه، وبدات ان هي تتكلم عن اسلوب كلامه ان هو مش عارف يخرج مخارج الالفاظ كويس. فجاي هو كل فكره انه البديل لحالته دي هو ما طقم. فبدانا ناخده ونوعيه ونتكلم معاه، وده برضو يعني يخلينا ننبه لاهميه البرامج الطبيه التوعويه اللي زي البرنامج بتاع حضرتك ده مهم جدا جدا جدا. برامج زي كده يا فندم هي اللي بتوعي الناس يا دكتور ايمن، وبتقول لهم ان لا مش الطقم بس، مش حشوه، طب الاسنان بقى اسمع اوسع واشمل واكبر من كده بكتير. بدانا نفهمه ان حالتك ممكن يبقى فيها زراعه، ايا كان الوضع اللي عندك هنقدر نغيره. حاله زي دي، الجذور دي كانت طبعا واضح ان هي نتيجه اهمال في الاسنان، ومش هننكر برضو خوفه من طبيب الاسنان ومن الاصوات ومن الحاجات اللي بيسمعها كتير. وانا دلوقتي في مرحله متاخره، طب لو انا رحت، هو شاب لطيف جدا جدا، لو انا رحت دلوقتي هعمل ايه وهقعد قد ايه عشان اصلح الكلام ده كله؟ بعد ما فهمناه ان في امكانيه زراعه، وفهمناه ان في حاجه اسمها اشعه مقطعيه، وعملها وقعدنا على السكرين بتاعتنا شرحنا له انت المشاكل اللي عندك 1 2 3 هنقدر نحلها بالطريقه الفلانيه على خطوات. حاله زي كده خدت معانا خطوتين، لان بسبب الجذور اللي موجوده دي كانت عامله خراريج كتيره في الفك اللي فوق وفي الجزء الخلفي من الفك او منطقه الضروس الطواحن اللي ورا في الفك السفلي، كانت عامله خراريج. الخراريج دي اهملت فتره طويله لان هو مش عارف، هو بياخد علاج كل ما بيحس بالم، تطورت لاكياس دهنيه، فاضطرينا نعمل جراحه نشيل فيها الاكياس الدهنيه، وكمان عملنا معاها زرعات. من ضمن الحاجات انا كنت اتكلمت مع حضرتك ان في تكنولوجيا الزراعه حاجات تانية كتير غير الاجهزه.
في مثلا حاجة بنستخدمها اسمها PRF، بنستخدمها في حالات زي كده. PRF دي اختصار لبليتلت ريتش فايبرين، دي حاجة بنطلعها من دم الإنسان نفسه. ازاي؟ الصفائح الدمويه الغنيه بالفايبرين بالظبط. دي بيبقى فيها الجروث فاكتورز اللي هي عناصر النمو. طب بتساعدنا في ايه الحاجات دي؟ حاله زي كده عندنا حاله العظم متاكله جدا، منهاره جدا بسبب الاكياس الدهنيه اللي هي بتبقى عباره عن قنابل موقوته في الفك بتاكل في الفك. بعد ما بتشيل الاكياس الدهنيه دي يا دكتور ايمن، تخيل تلاقي العظم ده عباره عن اوض فاضيه جوه مكان الاكياس الدهنيه اللي كلت فيه على مدار السنين اللي فاتت. في حالة زي كده احنا محتاجين كل حاجة تساعدنا لنجاح الزراعة دي. عملنا ايه؟ حطينا الزراعات بتاعتنا بعد ما استأصلنا الأكياس الدهنية دي ونظفناها كويس، حطينا الزراعات، وطبعا اضطرينا ان احنا نعمل زراعة عظم مع الزراعات دي عشان نزود نسب النجاح في حالة صعبة زي كده. خدنا عينات دم من الحالة نفسها، فصلنا مكونات الدم دي، طلعنا البي ار اف اللي احنا بنتكلم عنه. بيفرق معنا في ايه؟ بيسرع وبيساعد وبيحسن من التئام أنسجة اللثة، فبالتالي بنقفل على الزراعات بتاعتنا بسرعة وبكفاءة أحسن. بيساعد على التئام العظم الصناعي اللي احنا زرعناه في الحالة دي مع العظم الطبيعي بسرعة أكبر وبصورة أعلى وجودة أعلى بكتير، فبالتالي هيدينا نسب نجاح أعلى ووقت أقل في ان احنا نعمل التركيبات بتاعتنا على الزراعات دي، بالذات في حالات صعبة زي كده. دي حاجة من الحالات اللي تكنولوجيا فادتنا بيها برضو في مجال الزراعة. مثلا بعد ما خلصنا الزراعة بتاعتنا عملنا له، احنا برضو من الحاجات اللي لازم نهتم بيها، طب احنا دلوقتي الجذور دي اتشالت وهو بيعاني اصلا من ايه؟ من ان هو فاقد للاسنان وصعوبة في النطق. لازم نبدأ في حالات اللي زي كده بالذات زراعة فك كامل زي كده، لازم بتبقى الحالة فيها اعادة تأهيل. اعادة تأهيل يعني ايه؟ احنا عندنا حاجة اسمها الفيرتيكال دايمنشن اللي هو المقياس الرأسي اللي هو المسافة ما بين المناخير والدقن. المسافة دي لما بنيجي نقفل بقنا اللي بيحكمها الأسنان أو العضة بتاعتنا تمام؟ مع فقد الأسنان المسافة دي بتتغير تماما. بيفرق معانا في إيه؟ على الشورت رن شكل كويس أو على المدى القصير شكل مش كويس طبعا، صعوبة في المضغ وفي الكلام. على المدى البعيد مشاكل في مفصل الفك لأن غيرنا أبعاد الفكين اللي ربنا خلقنا عليهم، فبقى الفك بيتحرك حركات جيركي حركات عشوائية، فبالتالي ده بيعمل له تآكل في الغضاريف وتبدأ المشاكل تكبر معانا. فحالة زي كده أنت بتبدأ تأهله للوضع الجديد أو للأسنان الجديدة من وإحنا بنعمل الزراعة، بنركب له نوع من أنواع التركيبات المؤقتة اللي بيقعد بيها المدة بتاعة التئام الزراعة والعظم الصناعي مع العظم الطبيعي عشان خاطر يبدأ يتعود على العضة الجديدة. نبدأ نعود عضلات الوش كمان لأن طبعا مع فقد الأسنان ده بيبدأ يحصل هنا الكرمشة، وزي ما بيقولوا بالبلدي كده الوش اللي بيتطبق، فإحنا بنبدأ نعود عضلات الوش على الوضع الجديد عشان خاطر يحصل لها ستريتشنج من أول وجديد ويقدر هو يأكل ويشرب ويتكلم ونعوده لحد مرحلة التركيب النهائي اللي بتبقى تقريبا صورة محسنة أو أسنان شكلها محسن كمان التركيبات النهائية من التركيبات المؤقتة اللي كان ماشي بيها. فدلوقتي طبعا قصة زراعة فك كامل أو أنك تغير حياة شخص من حالة لحالة، الصورة اللي تحت اللي هي بعد دي أنا بحب الحالة دي جدا لأن الصورة اللي تحت دي ابتسامته لأنه ما كانش متخيل. هو على مدار الشهور دي هو مش يعني مش مواطن مصري، فكان بيسافر وعلى طول كان بيتابعني، هو تحول لصديق على طول بيتابعني، هو انا يا دكتور يبقى عندي اسنان، هو انا ضحكتي هتبقى كده، لانه طبعا شاف السي في الصور بتاعتنا والحالات بتاعتنا فمش مصدق هو انا هوصل لده. وفي الاخر وصلنا الحمد لله. لو خدت بالكم ان في كان تورم حاصل بسبب الالتهاب المزمن في وشه كله، شاف الالتهاب ده قل بعد ما سنانه هو مش بطل. على علاج هو مش على علاج فتره عشان خاطر الاكياس الدهنيه طبعا. ما هو التهابات على فكره لو شفنا وشه بالكامل يعني هتشوفوا التهابات في وشه وتحس ان وشه كله منفوخ. ده حقيقي فاهم يعني بدات ملامحه بقى نفسها كمان تهدى شويه. اكيد مليون في الميه. التركيب على الزرعه، التركيب على الزرعه دي كلمه كتير من الناس مش فاهمها. يعني هو واحد يقول لك انا راح ازرع تمام، فتقول له احنا هنعمل تركيب على الزرعه، يقول لك انا مش عايز تركيبات انا عايز زراعه. هو مش فاهم الفرق انه الزرعه لازم يتركب عليها التربوش. ده اكيد مليون في الميه. الزراعه والتركيبات دول مصطلحين او اسمين ما ينفعش يسيبوا بعض نهائيا، الاثنين مكملين لبعض. السنه بتاعتنا ربنا خلقنا بتتكون من جزئين، جزء اللي احنا ما بنشوفوش اللي هو موجود في الفك تحت اللي بيغطيه العظم واللثه اللي هو الجدر، والجزء الثاني الظاهر اللي هو الكراون او الطربوش. تمام. الزرعه بتعود الجزئين، بتعوض الجزئين. الجزء الاولاني اللي احنا بنزرعه اللي هو الفيكستشر اللي هو جزء الزرعه اللي بيمثل الجدر جوه العظم، وده اللي بنستنى عليه التئام. لما بنيجي نركب عليه بنركب
فتحه صغننه كده، ودلوقتي حديثا بنفتحها بالليزر، وده برضو من ضمن الفوائد. كان زمان احنا بنزرع الزرعات بتاعتنا بمشرط وخياطه وكده، ونيجي برضو نركب عليها بمشرط وخياطه عشان نكشف اماكن الزرعات دي من تحت اللثه. دلوقتي احنا بنعمل خرم صغير كده فوق كل زرعه وبالليزر وبدون قلم، بنركب فيها الجزء، بنركب في جزء الجدر او الزرعه لو هي الفاكتشر ده، بنركب جزء السنه اللي بيتركب عليه الطربوش. لما بنيجي نعمل كراون، لو هنتكلم او هنفرق للناس نفهمهم بصوره مبسطه كده، التركيب عباره عن ايه، او الكراون الطربوش ده عباره عن ايه؟ عباره عن سنه كان فيها مشكله، اتعالجت السنه ديت، وبكل بساطه عشان ندعمها او نقويها بنحتاج نعمل عليها تغطيه فول كفرج، تغطيه كامله اللي هو الطربوش. بنحضرها بصوره معينه بحيث ان الكراون او الطربوش بتاعنا ده يبقى نازل على السنه. اهم حاجه في التحضير ان احنا نرسم اول اراوند تحت عند اللثه بالظبط، او تحت اللثه على حسب، لو في الاسنان الاماميه وعايزين نعمل تركيبات تجميليه بنرسم خط داير ما يدور الاسطح بتاعه السنه، الخط ده بيسمى الفينش لاين، بيبقى زي سلمه بحيث لما التربوش او الكراون بتاعنا ينزل، ينزل سيتد فولي سيتد على الكراون، على الفينش لاين ده او على السلمه دي. نتيجه كده ايه؟ اضمن نجاح تركيباتي واضمن ان مفيش مشكله فيها، لان مفيش حاجه هتدخل. نفس تركيباتي على الزرع في الاسنان العاديه بحضر السنه، نفس الفكره في الزراعه. ده في الاسنان اللي احنا قلناها دي تركيباتي على السنه موجوده كراون بالظبط، يعني نفس استخدامها الفكره في الزراعه بالظبط. الزراعه بقى الجزء الثاني اللي بقول لحضرتك عليه اللي بيركب على الزرعه اللي بزرعها في العظم ده، الجزء ده بيبقى فيه الشفه دي او الخط ده الفينش لاين اللي بصوره وبعمل عليه، بفصل عليه الكراون او التركيبه الكامله لي اللي انا هحطها عليه وتنزل فولي سيتد عليه. المنظر او الفيديو الصغير اللي بنشوفه ده بالليزر، باستخدام جهاز الليزر احنا بنعمل فتحه صغيره فوق مكان الزرع عشان نقدر نفتح عليها ونكشفها ونقدر نركب الجزء بتاعنا. كمان الليزر بيستخدم مش بس في كده، احنا كمان دلوقتي بنستخدم الليزر في ان احنا بدل ما نفتح بمشرط، دي عمليه زراعه باستخدام السيرجيكال جايد، ودي برضو من ضمن الحاجات اللي بنقول ان التكنولوجيا ساهمت في الزراعه فيها. احنا بنستخدم الدليل الجراحي اللي هو بالتعاون مع الاشعه المقطعيه والكات كام او السيرك، بيعمل لنا حاجه اسمها الدليل الجراحي اللي هو بيقول لك، بنحطه في المكان المفقود على السنان وبيقول لك ازاي تدرل طول قد ايه، يعني ازاي تحضر لمكان الزراعيه زي ما احنا شايفين كده، تحفر في مكان الزراعيه مسافه قد ايه وباتجاه شكله عامل ازاي. بوجود الليزر انت مش محتاج تفتح ومش محتاج تعمل مشرف. اللي بيحصل دلوقتي ان الزراعيه نفسها بتتركب في العظم، الكلام ده كله بياخد وقت قد ايه؟ 10 ل 15 دقيقه للزراعيه الواحده. وجود الليزر ووجود التكنولوجيا سهل لنا الفتح والخياطه والغرز وقلل الكلام ده، الا طبعا في بعض الحالات اللي بتحتاج ترميم كامل او في مشاكل في العظم نفسه بنحتاج ان احنا نفتح لها ونعمل عمليه اجراء صغير عشان ننظف الحاجات دي كلها قبل الزراعه. اصعب بقى سؤال او اصعب كلمه على حد انك تقول له ايه؟ ده انا هكلمك بقى عن فشل الزراعه، يعني فشل الزراعه يا خبر ابيض. فشل الزراعه دي يعني ايه؟ يعني مفيش امل بعد كده خلاص، ما بعد الزراعه الا البحر، هرمي نفسي في البحر. مفيش حاجه هتتعمل، ما هو ازاي الزراعه دي كانت في دماغ الناس طالما فشلت او وقعت الزراعه لان هي الحل السحري، فبعدها ايه اللي هيحصل؟ مفيش. رقم واحد، احنا عايزين نتكلم في فشل الزراعه او ليه؟ ليه هي بتحصل ليه؟ تجنبنا ليه يبقى مش هيحصل الفشل. رقم واحد، انت دلوقتي قبل ما تزرع اخترت الدكتور بتاعك على اساس ايه؟ ما احنا قلنا في معظم الدكاتره بيقدروا ان هم يزرعوا دلوقتي، لكن هل رحت لحد متخصص السي في بتاعه حاطط كميه زرعات كافيه تؤهله انه يتعامل مع اي حاله هتوصل له؟ اللهم لك الحمد دي خبرات موجودة عندنا. زي ما قلت لحضرتك دلوقتي احنا دلوقتي طورنا من الموضوع في التخصص، احنا قلنا اهم حاجة في الشغل فريق العمل، مش لازم الدكتور يقوم بكل حاجة، ممكن تتوزع المهام ديت على الدكاترة بحيث ان احنا نوصل في الاخر لنتيجة كويسة. بالنسبة لقصة الزراعة بتاعتنا، احنا قلنا اسباب فشل الزراعة. رقم واحد قلنا الدكتور نفسه، انت لو الدكتور نفسه ده مع كل الحالات بيشتغلها بيكتسب خبرة وبيقدر ان هو يديك نتائج احسن في حالة سيئة، ده رقم واحد. رقم اتنين، نوع الزراعة نفسها المستخدمة. الزراعات اللي دلوقتي موجودة في السوق في شركات كتيرة جدا مغيرة السوق، مغرقة السوق من اول A بلس اللي هي الفئات بتاعتها، الكاتيجوري A، فئة A، فئة B، فئة C، زي العربيات، زي العربيات، زي اي حاجه يعني، في الغالي او في الوسط وكله كويس. بالظبط، هو كله كويس او بيتفاوت على حسب الحاله بتاعتنا. بتختلف
الزراعيه بتاعتنا ديت من حاجه للتانيه في حاجات بسيطه جدا، بس معظم الزراعات دلوقتي بقت موجوده كويسه. في الحالات الصعبه خالص بنحتاج في زراعات معينه بنحتاج ان احنا نختارها، معالجه السطح بتاعتها او سيرفس تريتمنت بتاعها معالج بطرق معينه بتساعد انها تحفز عظم بصوره اكتر من غيرها فقط لا غير. وده برضو مش احنا اللي بنختاره، مش الحاله اللي بتختارها، الدكتور هو اللي بيرشح ده. بس في المعظم معظم الزراعات دلوقتي بنقدر ان احنا ناخد بيها نتائج كويسه. ده بالنسبه لي قبل الزراعه الدكتور الزرعه كده خلاص احنا استقرينا على الوضع ده. طب خلاص هناخد اجراء الزراعه، رقم واحد اشعه مقطعيه، ابقى مش داخل مش شايف، ابقى داخل شايف وعارف كويس جدا انا هعمل ايه انا والفريق اللي معايا. ده رقم اتنين. رقم ثلاثة اللي بعده المريض نفسه عليه شويه حاجات. بعد ما بتعمل الزراعه في تعليمات يا دكتور ايمن لازم تبقى متفق مع المريض عليها، وفي حاجات من قبل برضو لازم نظبطها. لو عندنا امراض مزمنه، احنا اتكلمنا عن السكر، اتكلمنا عن الضغط، اتكلمنا عن حاجات تانية كتير، الحاجات دي كانت عوائق. دلوقتي بنقول ان هي مش عوائق، بشرط ان احنا قبل ما نجري اجراء الزراعه وبعد ما يبقى لنا اشعات مقطعيه ومحددين خطه علاجيه لازم نشوف تحاليل معمليه بتقول لنا ان نسب الحاجات دي كلها مظبوطه وان في المستوى او في الرينج الطبيعي اللي اقدر اتعامل معاه. دي الحاجات اللي قبل. اثناء الزراعه نفسها معانا الاشعه المقطعيه بتاعتنا، حطينا الزراعات بتاعتنا، لازم بعد الزراعه كمان ندي تعليمات للحاله نفسها. تعليمات زي ايه؟ الحفاظ على الهيجين، صحه الفم نفسه بمضمضات بحاجات معينه. المريض نفسه بنقول له تعليمات انه بلاش ان هو يتعامل مع المكان اللي موجود بتاع الزراعه ده بطريقه او باخرى. حبه تعليمات لازم نوضحها ونوضح اهميتها للحاله بتاعتنا. نتعاون معاه في خلال الفترة بتاعت التئام الزراعة، لو هنقعد فترة شهر قولنا أو شهر ونص من 4 أو 6 أسابيع، الفترة دي لازم نتعاون مع المريض، يبقى في تواصل مستمر معاه، لازم نوعيه وإيه الأخبار ونتواصل معاه باستمرار، ولو في أي إحساس طارئ ظهر عليه لازم يبقى في تواصل معاه. الزراعة بعد كده التركيب ركبنا عليها، لازم نبقى عاملين تركيبات مظبوطة. تركيبات مظبوطة يعني إيه؟ أنا قلت لحضرتك في الأول يا دكتور أيمن سهل جدا انك تحط زرعه، صعب جدا انك تحط زرعه ينفع تركب عليها كويس. تركب عليها كويس ايه؟ بكل بساطه ممكن نحط الزرعات بتاعتنا زرعه فك كامل او فكين كاملين فوق وتحت، لكن الكارثه الكبيره حطيت التركيبات بتاعتي العضه مش مظبوطه، العضه اللي هي قفلت الفك اللي فوق مع الفك اللي تحت. يعني حته مثلا فيها فورس او قوه العضه اقوى من الثانيه، اكيد هتاثر على الزرعات او الجزء ده في اكتر من الزرعات الثانيه، لان دي حركه مش مظبوطه. دي حاله مثلا يا دكتور ايمن هي زرعه واحده، حاله زرعه واحده، دي من الزراعه الفوريه اللي كنت بكلم حضرتك عليها، اللي هو الحاله دلوقتي تقدر تخش عندنا المركز وتخرج بسنه في نفس اليوم، بشرط نعمل اشعه مقطعيه نلاقي كميه العظم سواء ارتفاعه او عرضه وكثافته كويسه. حاله زي كده جالنا كانت السنه دي معموله حشو عصب مره واتنين بس، هو ما عملش عليها كراون. احنا دايما بننبه على ان لو هنعمل حشو عصب الجولدن رول القاعده الذهبيه بتاعتنا لازم نعمل عليها كراون. جالنا وما عملش كراون، السنه اتكسرت منها حته صغيره من الكراون نفسه، جه كملها بحشويه مش عندنا، عملها بره وجالنا بيها وهي متكمله. الكارثه ان الكسر التاني ما جاش في الكراون، هو جه في الجدر نفسه بتاع السنه وبالعرض، فاصبح عندنا ان احنا نصلح السنه دي، دي حاجه صعبه جدا. ظروفه كانت ان شغله لا يسمح بان هو يظهر من غير سنان ولو ليوم واحد، فلجأنا ساعتها بعد الأشعة المقطعية وبعد التشخيص المظبوط إن الزراعة الفورية والتحميل الفوري ينفعوا للحالة ديت، توكلنا على الله وعملنا له الزراعية بتاعته وركبنا عليها السنة في نفس اليوم زي ما حضرتك شايف كده هو. دي برضو من فوائد التكنولوجيا عندنا في زراعة الأسنان، إن في إمكانية دلوقتي إن نخلع السنة نحط سنة مكانها ونركب عليها كمان كراون، وكل ده في نفس اليوم ان شاء الله باذن الله. نرجع لقصه الزراعه بتاعتنا والمشاكل بتاعتها وايه اللي يمنع الفشل. زي ما قلت لحضرتك اسباب راجعه لاختيارك للدكتور بتاعك، الحاجه الثانيه الحاجات اللي انت بتستخدمها او المواد اللي بتستخدمها، التعليمات او التشخيص او تحديد الحاله دي، الخطه العلاجيه بتاعتها المظبوطه، فريق العمل اللي بيشتغل مع حضرتك في الحاله ديت. احنا زي ما بقول لحضرتك دلوقتي الحاله انا بخش احط الزرعه بتاعتي او بحط اشيل العمليه بتاعتي او بزرع العظم بتاعي، وفي دكتور استشاري جراحه لثة بيدخل عشان بس يقفل وراك لو في خياطه او في حاجه بعد العمليه دي. كل ده ليه؟ عشان نضمن نجاح العمليه اللي في العظم نفسه او في الزراعه نفسها 100%، وكمان النسيج اللثوي نضمن التئامه 100% كمان على الزراعه اللي احنا عملناها دي. لو قدرنا نوفر الشروط دي كلها في الحاله بتاعتنا، ودي انا بشوف ان هي راجعه اكتر للدكتور، وجزء منها انا بشوف 70% منها على الدكتور، التشخيص الاختيار التوجيه الحاله نفسها، و30% الباقيين على الحالة نفسها
توعية، نوعيه لأهمية الكلام ده. بعد ما نحط التركيبات، احنا في ناس بتعتقد انا خلاص زرعت اسناني، عملت تركيبات عليها، دن خلاص انا مش محتاج اعمل فيها اي حاجة، انا هعيش بقية عمري اكل بس. السنان اللي ربنا خلقها لنا ما اعتنيش بيها، يعني اعتني ليه؟ ما ده عظم بقى، ده كله حديد في حديد وكله ارتفيشال. ما هي دي الكارثه اللي بنقع فيها، ودي اهم اسباب فشل الزراعه بتاعتنا، وده برضو بيرجع او بينبهنا لاهميه البرنامج التوعوي بتاع حضرتك، ان احنا بنوعي الناس للكلام ده. مش معنى انك حطيت زرعات وان انت ركبت عليها وان انت بقيت بتاكل وتشرب ان مشكلتك انتهت، بالعكس. ربنا بيخلق لنا كل حاجه احسن صوره، مستحيل ان احنا نقدر نوصل زيها، احنا بنجتهد وكل الحاجات الكتيره والاجهزه والعلم والدراسه عشان نوصل لايه، نحاول نجتهد نوصل ل 80 او 90% من اللي ربنا خلقه. لما وصلنا ل 95% قلنا ده نجاح مبهر، ما وصلوش مثيل. واللي ربنا خلقه ده لما ما اهتمناش بيه، زي ما شفنا في حالات من شويه قبل كده، حصل فيه مشاكل. فهل اللي من صنع البشر لو احنا ما اهتمناش بيه مش ممكن يحصل مشاكل؟ اكيد لازم نهتم بيه. طب ازاي الاهتمام؟ ومشاكله تبقى مزعجه رهيبه. رهيبه ان حضرتك تزرع اول مره غير انك تصلح مشاكل زراعه. الموضوع بيبقى مجهد اكتر بالنسبه لحضرتك، الدكتور نفسه، بالنسبه للحاله نفسها، بيحتاج خلاص كمان بيبقى الحاله نفسها اعتادت وقود اسنان. فبيبقى مش فكره ان احنا نعمل حاجه تانية، بيبقى فلو التزمنا بالتعليمات دي او بالحاجات دي هنقدر ان احنا نعدي المشكله بتاعتنا. نعتني ازاي؟ زيها زي الاسنان الطبيعيه، لازم غسيل اسنان بفرشه ومعجون، لازم في بعض حالات كمان بنحتاج ان احنا نوجه الحاله. لو الحاله عندنا مش متعود قوي على موضوع ان هو يهتم باسنانه والحاجات ديت، لازم بنوجهه ان في دلوقتي جهاز ووتر جت، جهاز فيه ألم كده صغير، بكل بساطة فكرته هو بيضخ مية وهواء بقوة جامدة شوية، ده ممكن نستخدمه في بعض الحالات. بنوجه الحالة ان هو يجيبه ويبقى عنده في البيت كنوع من أنواع غسيل الأسنان، انه بيضخ مية هواء عشان يتأكد ان ما فيش اي حاجة في الأماكن اللي ورا. في مرضى بتجيلي بتقول لي يا دكتور انا زرعت بس مشكلتي، ده بالنسبة للناس اللي بتعرف تهتم او بتهتم بصحة اسنانها دايما، مشكلته ان هو مش عارف ينظف الحاجات ديت، او مش بيقدر يوصل للدروس اللي ورا والفرشة، مش حاسس ان انا بوصل لبقى كويس. ساعتها بنوجهه للجهاز، لو انت ممكن تشتريه. اقصد يا دكتور ايمن ان الوعي طالما موجود ان شاء الله مش هيحصل فشل. الوعي ده جزء منه على الدكتور انه يوعي، جزء منه على برامج زي برنامج حضرتك يوعي الناس، جزء منه ان المريض نفسه او الحاله نفسها يستقبل مننا الكلام ده ويبدا ينفذه ان شاء الله باذن الله. لو كل الشروط دي توفرت ان شاء الله مش هيحصل اي فشل للزراعه. ضيف العزيز دكتور كريم مدحت، واحد من نجوم عالم طب الاسنان، استشاري زراعه الاسنان والتركيبات الثابته، وزميل كليه الجراحين الملكيه، عضو الجمعيه الامريكيه لاطباء الاسنان، والمؤسس لمركز ستارز لزراعه وتجميل الاسنان. نورت وجعلت من الناس ستارز فعلا النهارده بسبحهم ليك. اشكر حضرتك جدا. اشكر حضرتك جدا دكتور. نورت الدكتور. شكرا لحضرتك يا دكتور. خليكم دايما مع 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 نجوم في نفسكم كده، كل واحد يبقى نجم في نفسه. مش محتاج تبقى غني عشان تبقى نجم، ولا محتاج يبقى معاك فلوس كتير. صحيح ان الرزق حلو وبلا شك انا بدعي للناس كلها بالرزق، لكن ممكن انت توظف رزقك كويس، ما تصرفش في الهيافه، خلي فلوسك كلها في استثمار لصحتك وشكلك، ما تصرفش في السجاير، ما تبقاش انت برزقك وتصرف في السجاير، في قاعده على القهوه ملهاش لازمه، ما تصرفش في حاجات تافهه ملهاش قيمه، اللي هي تبص لها حد يروح يشرب مخدرات بيصرف فلوس فيه ده عبيط، او بيشرب خمور ده عبيط قوي. دول لا، اصرف في انك انت جسمك يكون كويس. رياضه، هو لعب الكوره ده فيه فلوس؟ انت بتروح تلعب مع اصحابك في حته هتصرف فلوس ولا حاجه؟ لما تعمل سنانك مش هتصرف كتير، بس هتخلي شكلك حلو. خليك مع الناس الحلوه، وخليكوا دايما مع دكتور.